دايره لالا زكية لاباس عليك؟ انا بزاف بخ عليك الحمد لله. والله الا انا فرحانه بزاف اللي مرحبا بك لالا زكية. مرحبا بك. واخا انا نعطيك الكيكه ديال المدفوره. واخا لالا زكية غير الا سمحتي معاك شي حد في الدار؟ معايا ولادي بغاو هما يساو ما يسمعوا لك. كيسمعوني ايوا غاتبعدي عليهم لانك يرجع لنا الصدى ديال الصوت. تمشي لشي محل تكون فيه بوحدك وخليهم هما يسمعوا للراديو. واخا لالا زكية انا كنسمعوا الصدى ديال الصوت كيرجع لينا ما كنتمكنوش حنا نسمعوك مزيان. واخا لالا زكية قلتي غتعطينا الكيكه اللي مدفوره. مدفوره انا كان المول كبير من اربعه البيضات. واخا دابا شنو نديرو نديرو داكشي كثير ولا نديرو شي حاجه قليله اللي بالك؟ لا هي ماشي كثيره. لا ماشي كثيره. لا حيت قلتي لك المول كبير. الا كان المول كبير غتبقي اربع البيضات، الا كان المول كبير غتبقي ثلاثه، ولكن المقادير كتبقى هي هي. المقادير كتبقى هي هي. انا قلت دابا العطله راه نكثروا كيكونوا الضياف جايين هذا زعما الوليدات جالسين نكثروا معاهم. اربع البيضات واخا لالا. كاس ديال العنبه ديال السكر. ايه. زيت هوانيس. كاس الزيت. ايه. خماره ديال كبيره. انتم في الشمال عندكم هذه المساله ديال الخماره كبيره. لا علاش عندنا كبيره؟ نعم. شحال فيها تقريبا ديال الجرامات؟ ماشي مشكل. هي تقريبا فيها 700 غرام. المهم هي تقي جوج صغار ماشي مشكل. انا كتباع ما تلقي جوج صغار. لا بزاف 700 غرام، لان هاد الساشيه اللي كتباع عنها يعني في الاسواق كامله فيها سبعه ديال الغرامات. سبعه. اذا نعملوا جوج صغار. جوج صغار. والناس في العرايش وفي الشمال راه عندكم الخماره الكبيره، عملوا الخماره الكبيره وحده. كنديروا حنا اكثريه كبيره. نعم واخا لالا. ليمونه محكوكه حامضه. حامضه. والطحين حسب الخليط. هي الخدمه ما كتخدمش هذه بالطراب، كتخدم باليد. ايه. كتعمل المقادير كامله الا الطحين والخميره. نعم. كتخلط باليد مزيان. وكتبدا كتبدا تعمل الطحين تدريجيا شويه بشويه. هي ما كتكونش يكون سائل. لا ما كتكونش هي خفيفه، كتكون ثقيله شويه. لا في البدايه الخليط كيكون سائل لان عملنا الزيت مع البيض كيكون على سوائل. سائل. عاد كنزيدوا عليهم السكر. هي تخدم مزيان، كتخدم باليد مزيان. نعم. كتضرب باليد. عاد ديك الساعات كتبقى تعمل الطحين. ماشي بالطراب اليدوي غير بيدينا. لا غير باليد. غير باليد. ما تعملش حتى اليدوي ما تعملوش غير باليد. غير باليد. غير باليد. نعم. الخماره كتخليها هي الاخريه. يا تعمل الخميره وتخلط وتعاود تخلط وتعاود. غتشبر المول. عندك كالعاده الزبده والطحين عادي. اي وحده كتعرفها مدهون المول مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين. هي تكون شويه ثقيله ما كتكونش خفيفه. ايه. وعتكب شويه عتكب شويه تخلي تكب في الطاوه شويه وتخلي في الطاسه شويه. ايه النص نقولوا. عتعمل في الطاوه اكثر من اللي تخلي في الطاسه. ايه. عتشبر يد عدهنوا بالزيت وعتضرب كانك بحال اللي كتدوق على الخبز. عتتوسع على المول كامل. ايه. وعاد تاخذها هكا بالفرشيطه ولا بالعود ولا باش ما كان. وعاد تعمل عليها الميلاده ديال الشماش. خضره هكاك. عاد الطحين في نفس الطاسه حتى تولي عجينه. عجينه عاديه غنضربوها بالمطلق. نعم. صافي كتضربها بالمطلق كتبقى تقي الشراطي. كتعدل ذاك الشراطي وكتبقى تقيهم في بحال مربعات، تمشي على شكل مربعات. كتدي الطول وكتدي العرض. نعم حنا دابا راه حنا طلقناها على شكل مربع. مربع وكنديروا الشراطي بالموس. لا غزال ما حتاش نقول لك المنظر ديالها كتجيني كطيب لي كتنفخ. بالنسبه للمشمش المشمش كنعملوا هكاك خضر الا ما كانش المشمش. لا ما كتجيش من غير كوفيتير ديال المشمش. خصها تجي صفرة بحال العجينه. نعم اذا قلنا المقادير عندنا اربعه البيضات. كاس واحد ديال السكر سنيده. كاس واحد ديال الزيت. بالنسبه للخميره الناس اللي في الشمال عندهم الخميره الكبيره يعملوا وحده. اللي ما متوفرش عنده الباكيه الخميره الكبيره يدير جوج. انا كيما ما متوفرش كندير جوج ماشي مشكل. عندنا حامضه وحده محكوكه. والطحين حسب الخليط. حسب الخليط هي تكون شويه ثقيله ما تكونش خفيفه بحال كيكات العاديين. تكون شويه ثقيله. كنرونوا كل شيء في يعني بالطريقه العاديه حنا كنرونوا بيدينا. كنعملوا تقريبا اكثر من نص ديال الخليط. ما تلصقلاش. نعم. ما تلصقلاش في يدها تعمل الزيت في يدها وكتضرب كانك بحال كتضرب الخبز في الطاوه. نعم غير هو كيكون شويه جاري على الخبز. غيكون جاري على الخبز. على الخبز نعم. ثقيله على الكيكه. وجاري على الخبز.
نعم اذا كنديروا اكثر من نص ديال الخليط اللي عندنا في المول عجينه داكشي اللي بقى لنا اللي خلينا شي شويه كنعاودوا نزيدوا له الطحين حتى كيولي عجينه تلقى فوق الطابله بالمطلق وكتبقى تقي ديك الشريطات احنا طلقناها شنو غليظه رقيقه لا رقيقه رقيقه بزاف غير ديك الطاوله كدير الطول وكدير العرض هذا الطول وعاد كترجع عاوتاني هذا بالطول او بالعرض ديالك كتجي مربعات باش ديك المربعات كيجيو فيهم كونفيتير باينين ايه صافي كتحشيها في الفران والكونفيتير عملناه يعني فوق من هذاك الخليط اللي صوبنا في الاول كتبقى الشاطي والشريطات كنديروهم هكذاك من الفوق صافي ما كتبقاش شحال ديك الساعات كتعمل على الطول والعرض وكتدخلها الطين كطيب طيب ديال الكيكه العادي عاديه كتلفخ كتجي غزاله وكتكبر لكن الطواوي واخا تكون واخا انت تشوف العجينه تشوفها قليله ولكن هي عاد كبار وحتى المنظر كيجي مغاير حنا نخليوه شويه اللي غنحتاجو غير نغطيو به الوجه ديال الكيكه ديال السنيدات اللي عندي السنيدات وصافي هادشي اللي اللي ولكن كتجي رائعه لا في المذاق ولا في المنظر ولا في كل شيء نتمنوا المستمعات ان شاء الله يجربوها ويردوا علينا الخبر بارك الله عليك لاله زكيه نسلي كرام كراميل نعم اذا ما بقالناش الوقت ومازال غنشوف حتى فرنسا تتصل انا غتمشي معنا ياك لاله زكيه باقا معنا نشوف